أكلة المزقوف واحدة من أشهر الأكلات التي يعرف بها العراقيون، ولا سيما في محافظة البصرة، حيث تعد من الموروث الشعبي عند البصريين الذين اعتادوا على تناول هذه الوجبة والاحتفاظ بها كتراث محبب يتوارثونه جيلا بعد جيل. بالنسبة للسمة المزقوف، هذا الحطب، الحطب خالص يعني، بالنسبة لا بي دخان لا بي مثل مواد مو زينة، هذا خالص، فتطلع السمكة طيبة. ودائما احنا مشهورين بالسمك اهل البصرة يعني من زمان، ان كان السمك الصبور لا، دائما احنا محبين للسمك. بما ان الاسماك هي مشهورة بالبصرة، طبعا يجي لنا ضيف من بغداد، من الموصل، من اي مكان، طبعا نشتهر بعملية السقف، وهاي عملية السقف مو اي واحد يسويها. طبعا تعتبر عملية السقف خاصة يعني عند اهل السقف تختلف من التدبيلة مالها، من الحشو مالها، يعني احنا قد ما نريد نسوي ما نوصل لهم. البصرة التي تشتهر بوفرة الأسماك النهرية والبحرية وتعدد أنواعها تعاني اليوم من ابتعاد هذه الأسماك عن شط العرب بسبب ملوحة مياهه، وخاصة سمك الكارب أو السمتي، والذي يعد أكثر الأنواع شيوعا في أكلة المزقوف، وهو ما دفع العديد من الصيادين إلى الاستثمار في استزراع السمك داخل الحقول والأحواض. لكن احنا بشط العرب انا مع الاسف انه كثره الملوحه البي وما جاي تنجح السمك، ما جاي ينجح. اي فهسه حتى كان سابقا وزاره الزراعه الذب الاسماك هاي الصغيره يكبر بشط العرب. هسه حتى من الذب ما جاي يكبر لان الملوحه كلها صارت علينا. الشط العرب افتقر الى موضوع الاسماك الموجوده بي، لان ارتفاع نسبه الملوحه خصوصا هاي السنوات اللي فاتت نسبة الملوحة صارت يعني مرتفعة عالية، فالسمك كله انسحب وأكثريته مات، فظلوا الجماعة يعني موجودين يحتفظون به بأحواض. وشهد العراق خلال الفترة الماضية نفوقا كارثيا لأعداد كبيرة من الأسماك في موجات متكررة بسبب التلوث والملوحة، فيما يعزو آخرون الأسباب إلى استهداف هذه الثروة بفعل فاعل ضمن أجندات خارجية تعمل على إفقار العراق بعد إعلانه الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية.